Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel aku, Zakia Ani. Oh ya guys, sebelum video ini dilanjut, jangan lupa dukung channel aku dengan like, komen, dan subscribe ya guys. Oke guys, seperti biasa ya, karena malam ini malam Jumat, jadi ada rutinitas yasinan seperti biasa ya guys. Dan ini hidangan untuk para jamaah yasinan ya guys. Nah, ini ada pisang goreng, bakwan goreng, dan roti bulat isi keju. Dan ini kita juga bikin soto untuk dihidangkan para jamaah yasinan ya guys. Ini lihat guys, mantep kan guys. Seperti biasa guys, karena di sini tuh ada rutinitas yasinan. Kita mulai. Punggungnya kayak lumayan. Orang sederet Tapi suami sotri ada suami amri Tahmin maksatan diri kami Mahtohu Kami Amatan Kita sebut Kehadiran Allah subhanahu ta'ala Tuhan Ketika semua alam Alhamdulillah pada malam hari ini mempertemukan kita semua dalam acara yasinan rutin warga Tasikmalaya. Semoga acara pada malam hari ini dapat berjalan lancar karena ridho Allah Ta'ala. Amin. Selawat atas salam senantiasa kita junjungan kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir, Nabi penutup kenabian yang akan kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Terima kasih banyak pada Bapak Ibu dan jamaah yasin sekalian yang telah menghadiri acara pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian diundang oleh Bapak Zulkarnain dan Ibu Ina untuk menghadiri acara pada malam hari ini yang bertujuan adalah untuk mendoakan Bapak Ibu almarhum yang telah mendahului kita semua. Waalaikumsalam. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 1700
ويجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأيديهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واترك لهم أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأنزلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا فأنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قل لا يعلم إلا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني الذي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جزء من السماء وما سبحانك لا نحصينا علي سبحانك تعالى نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة إلى يوم الدين اللهم اجعل وتقبل واوصل الخارون امرنا من كل الاعمال وما استغفرناه وما هلكناه وما سبحناه وما صلينا وسلمنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هاديه واصله وبلغه شامله نقدمه بها الى حضره حبيبنا وشافينا وقرب عينا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم والى ارواح جميع اخوانه من الانبياء والمرسلين والاولياء والشهداء والصالحين والصحابه والتابعين والعلماء العاملين واهل دعاء الله اجمعين وجميع الملائكه المقربين وخصوصا الى روح سيدنا شمس القادر الجيلاني قدس الله سره ثم الى روح جميع اهل القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الارض ومغاربها دريها وبارها خصوصا ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجدتنا ومشايخنا ومشايخ ومشايخنا وأقرباءنا وأصدقائنا ورفقائنا ومن أحسن إلينا ومن له حق علينا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل جنة مثواهم اللهم اجعل قبورهم مراوغة من رياض الجنان ولا تجعل حفرة من حفر النيران اللهم انزل الرحمة والبركة والشفاعة على اهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وقف لهم السيئات
وضاعفهم الحسنات وادخلهم الجنة والآباء والأمهات. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في الباب وتحرج النبي. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تذلنا بعدهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.